معرض ديارنا للمنتجات البيئية والتراثية انطلقت فعالياته في الساحل الشمالي، بيشارك فيه مجموعة كبيرة من العارضين من جميع محافظات الجمهورية بمنتجات مميزة من الأعمال والمصنوعات اليدوية والتراثية. طبعا مستهدف السنة دي مشاركة 500 عارض في فعاليات هذا المعرض. انطلقت فعاليات معرض ديارنا لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية بمدينة العلمين، حيث يقام تحت شعار مصر بتتكلم حرفي بمنطقة مارينا 5، وتستمر فعاليات المعرض حتى 4 سبتمبر المقبل. يقام المعرض على مساحة 1500 متر مربع، ويفتح أبوابه يومياً حتى 4 صباحاً بمشاركة مميزة من 500 عارض لعرض منتجات ما يقرب من 5000 أسرة منتجة للمنتجات البيئية والتراثية واليدوية. تشمل المنتجات والأعمال المعروضة داخل معرض ديارنا السجاد والكليم والزجاج الملون والمعشق ومنتجات الخوص والمفروشات والملابس القطنية والإكسسوار والفضة، بالإضافة إلى المنتجات الخشبية والنحاسية والجلود والعطور وغيرها من المنتجات التي تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين. وضمن خطة تشجيع الشباب ومشروعاتهم، يشتمل المعرض على المنتجات الشبابية الخاصة بأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية ومشروع مستورة، بالإضافة إلى صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية. ويضم المعرض لأول مرة الاتحاد التعاوني للأثاث الذي لاقى رواجاً وجذباً لرواد منطقة مارينا من الأثاث الخفيف المتميز باستخدامه للشاليهات والمصايف أيضاً.